جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة وراء إمام يزاول أعمال السحر والدجل ويقول إنه يفك السحر بالقرآن ويصنع أحجبة توضع على صدور المرضى أو المصابين ويقولون إن فيها آيات قرآنية، هل تجوز الصلاة خلف هذا؟ مثل هذا الإمام لا تجوز الصلاة خلفه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يستعمل السحر ويقول إنه يعمله لفك السحر عن المسحور هذا لا يجوز. وكما في الحديث لا يحل السحر إلا ساحر. المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم عن النسرة قال هي من عمل الشيطان، النسرة هي حل السحر عن المسحور إذا كان ذلك بسحر مثله، إذا كان حل السحر بسحر مثله فهذا حرام ولا يجوز. وكذلك الأحجبة، تعليق الحجب والتمائم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم وقال إن التمائم وإن الرقى والتمائم والتوالة شرك. التمائم هي التي تعلق على شكل حروز لاتقاء العين أو لرفع البلاء أو دفعه، كل هذا لا يجوز لأن هذا فيه وسيلة للشرك وإعانة لغير الله سبحانه وتعالى. إنما الرقية الجائزة أن يقرأ على المريض مباشرة، بأن يقرأ وينفس على المريض أو يقرأ له بماء ويشربه، هذه هي الرقية الجائزة. أما تعليق التمائم فهذا لا يجوز حتى ولو كانت من القرآن على الصحيح، لو كانت خالصة من القرآن أو من الأدعية الشرعية فالصحيح أنها لا يجوز تعليقها. أما إذا كانت من الشرك أو من الأدعية الشركية والرقى الشيطانية فهذه بإجماع العلماء لا يجوز تعليقها وهو شرك بالله عز وجل. مثل هذا الإمام لا يصلى خلفه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتسلم عقيدته من هذه الأمور.